نعم. طيب يعني حتى أفهم برضو من حضرتك فيما يتعلق برؤية بومبيو للملف الإيراني، هل أتى بومبيو للمملكة العربية السعودية لإحداث يعني نقول تحريك ما في هذا الملف؟ هل في شيء ما بيحدث في الكواليس خاص بالملف النووي الإيراني؟ لا، شوفي، مسألة تحريك هذا الملف ما تمتلكوش المملكة العربية السعودية والتقدير الكامل ليها، لكن هي تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي. وخلينا أقول لك أن زيارة بومبيو للمملكة العربية السعودية قبل ده مباشرة كان هناك لقاء بين الرئيس الفرنسي والرئيس ترامب داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الحديث الأهم برضه هو الملف الإيراني. صحيح. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة أو بأخرى تريد أن تأخذ موافقة العالم الغربي أو القوى الغربية الكبيرة، إذا كنت بتتحدثي عن فرنسا أو بتتحدثي عن بريطانيا أو بتتحدثي عن ألمانيا، الثلاث دول اللي بدرجة أو بأخرى اتورطوا بعلاقات تجارية وعلاقات استثمارية مع إيران بعد إبرام الاتفاق النووي اللي أبرم ما بين الجانبين. ففي شكل من أشكال التوريط الغربي إن صح التعبير، وفي شكل من أشكال عدم الموافقة الغربية على هذا التشدد الأمريكي فيما هو مرتبط بالبرنامج النووي، إذا كنت بتتكلمي عن التعديل أو بتتكلمي عن الإلغاء. ليه؟ لأنه القضية كمان مش قضية استثمارات غربية داخل إيران، هي قضية تشابك علاقات إيران بكثير جدا من ملفات المنطقة. مع هذا التشابك اللي موجود في ملفات المنطقة، إذا كنت بتحدث عن الملف السوري أو بتحدث عن الملف اليمني أو بتحدث عن الملف اللبناني أو بتحدث عن الملف العراقي، ودخول إيران وتشابك إيران في هذه الملفات تحدث فيها علي أكبر ولياتي وزير خارجية إيران الأسبق بأنه قدر إيران محتوم في هذه الملفات، وأنه صعب جدا أنك أنت تقربي من هذه الملفات إلا بالحديث مع إيران. الجزء الثاني، وده جزء مهم جدا، أن هناك رؤية غربية بترى بأنه إزعاج إيران أو الدخول في مناوشات مع إيران قد يؤثر على كثير جدا من ملفات المنطقة اللي أنا أشرت إليها، بجانب تهديد العلاقات التجارية أو الاستثمارية اللي حصلت بموجب ذهاب الدول الثلاث تحديدا الى ايران بعد ابرام الاتفاق النووي. الولايات المتحده الامريكيه هي عندها خشيه من ايران لان عندها تجربه كوريا الشماليه. وتجربه كوريا الشماليه تقريبا الولايات المتحده الامريكيه ابرمت معها نفس الاتفاق اللي ابرم مع ايران، ثم كوريا الشماليه انطلقت. لكن هذه الخشيه تبلورت اكثر مع ترامب اكثر من مثلا اوباما، يعني اوباما كان بينظر دائما الى ايران بانها هي شرطي المنطقه اذا جاز الوصف، يعني لا هو ما كانش ينظر إليها لا هو ما كانش ينظر إليها إلا شرطة المنطقة. شرطة المنطقة دي أيام شاه إيران، وكانت وحتى أوباما يعني ما كانش بيتخذ مع إيران الموقف الذي نشهده الآن مع ترامب. صحيح، لكن هو كان يرى، لأن بص الولايات المتحدة الأمريكية لها سياستين، السياسة ما لا تستطيع أن تحققيه بالقوة تستطيع أن تحققيه بمزيد من القوة، سياسة الجمهوريين، سياسة ترامب، سياسة جورج بوش الابن، سياسة جورج بوش الأب ابن اللي تحدث. يعني انا اقصده دكتور مختار انه سياسه ترامب مختلفه تماما عن سياسه اوباما. ما عشان كده انا باجي لك في النقطه. لا، هي سياسه الجمهوريين وسياسه الديمقراطيين. الجمهوريين وهو القوه في التعامل. صحيح. واللي ما تقدريش تحققيه بالقوه تستطيع ان تحققيه بالضغط بالقوه دي. وعشان كده كنت بتشوفي جورج بوش من لم يكن معنا فهو ضدنا كان بيتحدث هذا الحديث. اوباما او الديمقراطيين ما لا تستطيع ان تحققيه بالتفاوض تستطيع أن تحققيه بمزيد من التفاوض. وده بيرمز إليها داخل الولايات المتحدة الأمريكية بسياسة بريجينسكي. يعني بريجينسكي هو زعيم الدبلوماسيين الأمريكيين في أهلية التفاوض مع الدول المتمردة أو الدول اللي بتشكل مناوئة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وديك تشيني اللي هو نائب بوش هو زعيم الجمهوريين فيما هو مرتبط بالتشدد عندما تتعاملي مع الملفات. ترامب معروف أهوج بدرجة كبيرة، رجل متشدد، رجل بيتحدث عن الإتاوات وبيتحدث عن أنه تعامل الولايات المتحدة الأمريكية حتى مع العالم الغربي أنه يعني واجب أن يتعدل فيما هو مرتبط بحلف الناتو أو مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحلف، أو علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالعالم العربي، إذا كنت تتحدث عن المملكة العربية السعودية أو تتحدث عن منطقة الخليج. والولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة الولاية أو الوصاية في هذه المنطقة بدرجة كبيرة جدا، وترى أنها لها حقوق على هذا المال الخليجي أو هذا النفط الخليجي بموجب الحماية اللي بتتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الحديث بيخرج من الجمهوريين بحديث صريح، ربما الديمقراطيين بيستطيعوا أن يحققوه، بس بيحققوه من خلال الحديث على الطاولة، من خلال الحوار ومن خلال
وباستراتيجية مختلفة أيضا على أساسها الأمن والاقتصاد. صحيح. يعني النظرة المقاولاتية في التعامل إذا جاز الوصف. هو دي نظرة ترامب. وعشان كده شفنا شكل التشدد، يعني لما جه مع كوريا الشمالية بدأ يكون حديثه عن إبادة هذه الدولة وأن يستطيع أن يفتي هذه الدولة من الوجود. لكن هو يدرك حجم التهديد اللي مع كوريا الشمالية اللي بتتشكل.